نور يا فندم. كلمني على تخدير المريض داخل غرفة العمليات، هل هي شكة دبوس كده وخلاص والمريض بيتخدر وبيقعد بال7 ساعات في العمليات الصعبة، ولا في عملية أكثر تعقيدا المواطن لا يعرفها، الناس البسيطة يعني؟ احنا نقدر نقسم التخدير ده إلى اثنين كبار قوي. نعم. قسم تخدير موضعي، يعني تخدير دراع لوحده ورجل لوحدها منطقة لوحدها، أو تخدير كلي في نوم يعني. التخدير الكلي ده بيتم برضه بطريقتين رئيسيتين، يا اما بالحقن في العضلة او الوريد او بالاستنشاق بالشم يعني. دي اللي هي الابعاد الرئيسيه للموضوع. فطبعا الشم والاستنشاق دوت قصه لوحدها، بتاخد ماسك كده وتشم المخدر، وخلال مثلا دقيقتين يكون الواحد نام. الحقن بقى يا اما حقن في العضلة او في الوريد. طبعا الشكه دي لا هي كده ولا كده ولا كده، موضوع اخر خالص احنا لم ندرسه ولم يعني نراه في حياتنا يعني. يعني عمليا او علميا ما فيش حاجه اسمها شك الدبوس تخدرك؟ لا ما فيش طبعا. طبعا هو شكة الدبوس دي والحاجات اللي هي الكونتاكت دي ممكن نقل الفيروسات، امراض جلديه، حاجات ثانيه خالص. لكن ما تخدرش جثه كبيره يعني. لا، التخدير كمان برضو عشان يستمر لازم المخدر يكون مستمر معانا. ما ينفعش ان انا ادي له حتى الحقنه تخدير تقعد مثلا 10 ساعات. صحيح. لازم هتقعد مثلا نص ساعه وبعدين اكمل تعليقك على ما تم تداوله بين الساده المواطنين على ان في سيدات بيخطفوا سيدات عبر شك الدبوس. لا ده كلام سوشيال ميديا، ده كلام فرقعت كلام، لان احنا ما عندناش اللي اتعلمناه طول عمرنا والسنين الطويله اللي فاتت دي، ولا في الكتب العلميه الكلام الحاج. يعني ده كده كلام لا يعتد به علميا يعني. احنا يا ريت عندنا حاجه زي كده، سهل التخدير سهل قوي. انا بشكرك استاذ الدكتور حسين صبري، استاذ التخدير بطب عين شمس.